السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ومعانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك، نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، ويا ريت كمان لو نعمل شير للفيديو يبقى شكرا جزيلا. خبرنا النهارده بيتكلم عن أول ظهور بعد أزمة طيب ميزاني اللاعب الدولي المحترف، وطبعا أول ما نزل ما شاء الله عليه جاب جون على طول، جاب التعادل لفريقه. والمعلق الرياضي قال ابن الجزائر وابن الجزائر، ويعني شرف بلاده جدا جدا امام الجميع. وطبعا بالرغم من الناس كانت عايزة ان هي توقع طيب ميزيان، ولكن ان شاء الله هيخلف ظنهم، ان شاء الله ربنا هيكون معه. هدف التعادل بامضاء الجزائري الطيب المزياني، الطيب المزياني يحقق الاماني ويعيد المباراة إلى بدايتها. كان المقصود من اللي احنا فهمناه طبعا منه ومن زوجته، انه طبعا يعني عايزين يعملوا وقيعة بينه وبين زوجته علشان يعملوا تشويش عليها، علشان طبعا مستواه يقل ويبقى في الحديد. ولكن الحمد لله ربنا نصر، وربنا ينصر جميع كلنا يا رب على اعدائنا واللي يريد بينا السوء، اللهم امين. وربنا يوفقنا يا رب، وفق حضراتكم يا رب العالمين، بحبكم جدا، ربنا يوفقكم جميعا يا رب، يكتب لنا الخير. السلام عليكم ورحمة الله.